عين على البرلمان، اهلا بيكم وحلقه جديده. الجوله الاولى النهارده هتابع فيها معاكم اخبار مجلس النواب، ايه اللي بيحصل تحت قبه البرلمان وخارج قبه البرلمان. الاسبوع ده بالنسبه للبرلمان اكون او لا اكون، يعني خلصوا اللائحه علشان البرلمان يبدا يشتغل لما الانتقادات هتزيد لاداء المجلس، ودي حاجه احنا لا نتمناها. هيكون معانا في آخر فقرة جولة نائب، هتكون مع النائب حسين غيتا عضو مجلس النواب عن حزب الوفد مغاغة بالمنيا بين أهالي مركز مغاغة اللي بيعانوا من نقص الخدمات علشان يشوف إيه المشاكل ويعمل على حلها، ده من منطلق دوره الخدمي. كمان مستمرين في عرض مجموعة من المشاكل اللي حضراتكم بعتوها لينا ومنتظرين مشاركتكم معانا طول الحلقة عن طريق الأرقام اللي بتظهر طول الوقت أمام حضراتكم على الشاشة علشان تشاركونا برأيكم وتقولوا لنا كمان ايه هي المشاكل اللي بتواجهكم. كمان اللي عنده فيديو او صور بترصد وضع سلبي في اي مكان او اي ظاهرة سلبية ياريت يبعتوا لينا على رقم الواتساب اللي ظاهر امام حضراتكم على الشاشة. خلوني ابدأ معاكم سريعا بالاخبار. النهاردة الرئيس السيسي بيبدأ زيارته إلى اليابان في تاني محطات جولته الأسيوية، من المقرر أن يلتقي الرئيس إمبراطور اليابان بالإضافة إلى رئيس الوزراء لبحث التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم وغيرها من مجالات التعاون. كمان هيلقي كلمة أمام البرلمان الياباني بكرة، وبكده يكون أول زعيم عربي يتحدث أمام البرلمان الياباني. كمان الرئيس هيلتقي بأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، هيحضر المنتدى الاقتصادي اللي بينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية. الرئيس أجرى حوارا مع صحيفة يابانية تم نشره اليوم، قال فيه إن انتشار الجماعات المتطرفة زي تنظيم داعش الإرهابي يمثل أكبر خطر على الإنسانية كلها، وإنه يتعين على العالم أن يتخذ موقفا موحدا في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال تبني رؤية شاملة وموحدة. الرئيس قال إن عمليات التحالف العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق مستمرة منذ أكثر من عام، لكنها لم تنجح في القضاء على أنشطة التنظيم. أعرب عن قلقه تجاه احتمالات تطور الأوضاع في ليبيا وتحولها لقاعدة لانتشار الإرهاب في الدول المجاورة. النهاردة مجلس النواب بيبدأ جلساته لمدة 4 أيام لاستكمال مناقشة مواد اللائحة من خلال 8 جلسات متواصلة صباحية ومسائية بداية من النهاردة وحتى يوم الأربع القادم. طبقا لجدول أعمال مجلس النواب، من المتوقع أن ينتهي المجلس من مناقشة اللائحة خلال الأسبوع القادم، ده طبعا بعد ما أقر المجلس خلال الأيام الماضية 24 مادة من أصل 416 من مواد اللائحة. النهاردة المجلس هيناقش المواد من المادة 24 للمادة 140 وفقا لجدول أعماله. طيب، أستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلماني معانا على التليفون في عين على البرلمان، برحب بيك. صباح الخير أستاذ شريف. صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين المشاهدين. يعني عايزين كده تفاصيل للأربع أيام وكواليس وتوقعات للأربع أيام اللي جايين. أنا عايز أقول لحضرتك إنه كل الناس بتتكلم عن إن الأربع أيام هيشهدوا تطورات مهمه فيما يتعلق باللائحه، لانه بلا لائحه او بلا انتهاء لائحه في الاسبوع ده او على اقصى الاحوال في بدايه الاسبوع المقبل، فالبرلمان هيكون في حرج كبير. حرج لان عيون كثيره بتنتظر من البرلمان ان ينجز عمل كبير، وحتى الان في بطء في العمل والناس كلها ملاحظه ده. على اي حال، الساعه الاولى تحديدا من عمر اليوم النهارده او من عمر البرلمان النهارده كانت ساعه ممتلئه بالاحداث المتتاليه، اهمها على الاطلاق انه حاليا في وقفة لأنصار الدكتور توفيق عكاشة قدام البرلمان. الوقفة دي ويا للغرب ويا للعجب إن الوقفة دي لتأييد الدكتور توفيق عكاشة بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي. عددهم قد إيه يعني اللي عاملين الوقفة؟ أعتقد حتى الآن إن العدد ما يزيدش عن 10 أو 15، لكن رافعين لافتات، ودلوقتي توجه عدد كبير من قيادات الأمن بمديرية أمن القاهرة لي يعني السيطرة على الموقف وعدم تطوره. على الجانب الثاني بقى أستاذ شريف، إنه في وفد شعبي وصل الى مقر البرلمان المصري وتقدم بمذكره رسميه للامانه العامه او لمكتب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بيطالب فيها بالتحقيق مع الدكتور توفيق عكاشه بعد لقائه بالسفير الاسرائيلي، وده اللي اعتبروه ان هو لقاء غير مرغوب وغير مطلوب فيه بسبب العداء التاريخي ما بين مصر واسرائيل وبسبب الجفاء الدبلوماسي ما بين الدولتين. وفد الشعبي ده مكون من مين؟
الوفد الشعبي حتى الان لم ترد الينا اسماءه او تفاصيله، لسه بنتابع المعلومات، لانه لسه معلومه وصلت لي فيما يتعلق بالوفد الشعبي وانا بتكلم مع حضرتك على التليفون. طب انا عايز اعرف حاجه يا استاذ محمود، دلوقتي النائب توفيق عكاشه بيبقى متواجد في البرلمان ولا مش موجود في البرلمان؟ ده سؤال مهم. حتى الان الدكتور توفيق عكاشه لم يصل الى مقر البرلمان بعد. لم يصل لمقر البرلمان بعد. لم يصل لمقر البرلمان. وفي قصه وصوله وعدم وصوله، انت حضرتك عارف وكل الناس اللي بيتابعونا ان الدكتور توفيق كان يعني استخدم الفاظ غير لائقه في حديثه مع رئيس المجلس الاسبوع اللي فات، فترتب عليه احالته لجنه التحقيق، ولجنه التحقيق اشتغلت حوالي 3 ايام متواصله وحققت معاه. اللجنه النهارده ستقدم تقريرها النهائي بشان توصيات عقوبه الدكتور توفيق عكاشه امام كل اعضاء البرلمان بالموافقه على التوصيات. احنا موقع برلماني بينشر حاليا النص الكامل لتقرير اللجنه وللتوصيات. التوصيات بتتضمن نقطتين، النقطه الاولى حرمان الدكتور توفيق عكاشه من حضور 3 جلسات من جلسات البرلمان على ان تبدا تلك الجلسات بعد موافقه، يعني على بعد على القرار. مش بسبب، خلينا بس ننظم افكارنا، مش بسبب زيارته او لقائه مع السفير الاسرائيلي، ده بسبب تعديه قولا على رئيس المجلس. بالظبط، يبقى العقاب في التعدي على الحرمان. تمام، إهانة رئيس المجلس، الحرمان 3 جلسات مع التعهد بعدم إهانة أي عضو من أعضاء البرلمان أو أي عضو من أعضاء الأمانة العامة أو أي عضو من أو رئيس المجلس أو وكيلي المجلس. ده الجزء الأول. الجزء الثاني بقى إنه ما يزيد عن 120 طلب من نواب البرلمان تقدموا به للأمانة العامة والرئيس المجلس بيطالبوا فيه بشكل واضح بالتحقيق العاجل والفوري مع الدكتور توفيق عكاشه. كام تاني؟ معلش يا استاذ محمود، اكثر من 120 نائب. 120 بيتقدموا بطلب للتحقيق مع الدكتور توفيق عكاشه واحاله لجنه القيم. طيب انا هستاذنك بس هتوقف معاك عند النقطه ديت، نذهب لرفع الاذان ونعود من جديد لاستكمال المتابعه والحوار معاك. من جديد اهلا بحضراتكم، لسه بتابع معاكم في عين على البرلمان اخبار وكواليس مجلس النواب وايه اللي بيتم وبيدور من كواليس، ايه اللي بيشغل النواب حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. هو موضوع الدكتور توفيق عكاشه النائب البرلماني اللي التقى السفير الاسرائيلي ومن بعدها اثار موجه كبيره جدا من الجدل داخل قبه البرلمان، انتقل الى رجل الشارع المصري والراي العام والنخب المصريه. استاذ محمود سعد الدين كان معايا على التليفون، رئيس تحرير موقع برلماني، وكان بيتكلم معايا على النهارده ايه اللي بيحصل وبيدور من كواليس تحت قبه البرلمان فيما يخص النائب الدكتور توفيق عكاشه. برحب بيك مجددا. اهلا بيك استاذ شريف. عايز اقول لحضرتك ان حضرتك قبل الاذان سالتني عن الوفد الشعبي واعضائه، انا توصلت حاليا في فتره الاذان وجبت لحضرتك معلومات بشان هم. ده بيان موقع ليه 83 شخص توجه من ال 83 مجموعه لمقر البرلمان واوصلوا تلك الرساله لمكتب رئيس مجلس النواب. وابرز الموقعين على البيان ده، على البيان الشعبي بالتحقيق مع الدكتور توفيق عكاشه، المخرج السينمائي حامد سعيد، صفاء زكي مراد محاميه، محمد الحداد مذيعي، ياسر شكري محامي، يوسف عبد الحميد، شاهين مقلد، سامح السريتي، وعدد اخر من الرموز والشخصيات العامه. يعني مجموعه من الشخصيات العامه 89 83 83 تمام. حاجه ثانيه بقى سريعه لسه حصلت دلوقتي. البرلمان بدا الجلسه بدات دلوقتي اعمالها حتى الان. حضرتك عارف في بدايه كل جلسه بيتم التصويت على افتتاحيه الجلسه. كم واحد حاضر؟ انا وحضرتك عين على البرلمان وموقع برلماني طبعا بنتمنى الخير للبرلمان والبرلمان يشتغل، وعايزين بندعم بشكل ايجابي ان كل الناس تشتغل. صحيح. بس في نفس الوقت في مسؤوليه وطنيه على كل نائب من النواب 596 انه يحضر كل الجلسات ويشتغل ويؤدي بايده علشان ناخد البلد دي لقدام. للاسف الشديد استاذ شريف التصويت بقى اللي حصل، الناس اللي حاضره دلوقتي 341 عضو حاضر فقط في قاعه البرلمان من اجمالي 596 عضو. 341 يعني يا دوبك بالظبط يعني بالعافية. في حوالي 255 عضو ما حضروش حتى الان. ده الرقم اللي تم التصويت عليه. وممكن استاذن حضرتك ابعت للزملاء عند حضرتك في الاعداد صوره التصويت الداخلي من الشاشه الداخليه او اللوحه الالكترونيه الداخليه اللي بيظهر عليها عمليه التصويت. يا ريت. احنا بنتكلم والله العظيم استاذ شريف بشكل ايجابي ان احنا يعني نريد دفع البرلمان للامام،
ونريد ان يكمل البرلمان عمله، لان البرلمان هو الامر الاخير في خريطه الطريق والشكل الطيب ودافع بقوه للحركه وللعمل في البلد كلها من خلال سن تشريعات ورقابه على الحكومه وفاعليه حاجات كتير جدا الحقيقه. مشهد سياسي وهيطلع تشريعات ويراقب حكومه. طيب بالمنظر ده بقى اللي انت شايفه يا استاذ محمود، تعتقد ان هم هيخلصوا اللائحه في خلال الاربع ايام بالموقف ده يعني ولا ايه بالظبط؟ لا اعتقد هنحتاج كمان اربع ايام تانيين في الاسبوع المقبل. يعني كمان اربع ايام تانيين. انا بس عايز اثني الصراحه في قصه اللائحه على اثنين، على الدكتور علي عبد العال وعلى السيد المستشار احمد سعد الدين، الاثنين دول الامين العام للمجلس ورئيس المجلس، الاثنين بيدفعوا بقوه نحو الانتهاء من اعمال اللائحه، والاثنين اكثر من مره تحدثوا مع عدد كبير من النواب بضروره انجاز اللائحه للانتهاء منها، لان الشارع بيشوفنا بشكل مختلف. والشارع بينظر بشكل مختلف، لكن زي ما حضرتك شايف دلوقتي انت بتتكلم على 341 نائب من اجمالي 596 نائب او 595 نائب، لان الدكتور سيري سيام مستقال، مستشار سيري سيام مستقال، فبالتالي عندك 254 نائب لم يحضروا الجلسه حتى الان، ودي اول جلسه من جلسات الاسبوع الجديد بعد اجازه خمس ايام، يعني انتم محتاجين ايه بقى سياده النواب؟ تمام. طيب انا شايفهم ان هم متحدين يعني في سرعه شديده جدا في التعامل مع النائب توفيق عكاشه على غير مواد اللائحه، يعني هم بيتخذوا قرارات سريعه وفي حركه سريعه لما يكون الموضوع جدلي او مثير للجدل، لكن غير كده ما بيتحركوش بسرعه. كلام حضرتك صحيح، لان قضيه دكتور توفيق عكاشه قضيه عامه وجدليه، وهي قضيه بتعبر عن الصراع التاريخي، قضيه القوميه العربيه والصراع التاريخي، الصراع المصري مع 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 الصراع الاسرائيلي، وبتدخل في القصه القضيه الفلسطينيه، فده كله بالتاكيد بيشغل بال عدد كبير من النواب وكمان النواب الصعيد ونواب القرى والارياف. اتوافق لهم على طلباتهم يا استاذ محمود ولا لسه؟ يعني نعم. النواب كان بداوا ليهم طلبات متعلقه بالمزايا اللي هم ممكن يتلقوها من ناحيه الماديه. عايز اعرف منك وصلوا لفين في الموضوع ده؟ وصلوا الى ان عدد كبير حاليا من النواب بيتبرأ من فكره انه وقع على طلبات بشان زياده المرتبات او زياده المزايا، في حين ان الاوراق الداخليه المرسله على كل تابلت خاص بكل نائب بيتضمن عدد 221 نائب باسمائهم بتوقعاتهم بالارقام الكوديه الخاصه بهم داخل مجلس النواب او ارقام العضويه، انهم بيطالبوا بثلاث حاجات: زياده بدلات الانتقال، وزياده بدلات المظهر، وزياده بدلات او مكافاه الجلسات، بحيث تكون مكافاه لكل ساعه وليست مكافأة لكل جلسة، بما يعني أو فيما مضمونه أنه لابد أن يتم زيادة المرتب العام لكل نائب من النواب ضمانا لأن يقوم بعمل كفء وبعمل أداء. هل ده هيتم إقرار ولا لا أستاذ شريف؟ حتى الآن لم يناقش البرلمان ذلك. هل ده سيعتمد ولا لا حتى الآن؟ لكن في، مش عايز أقول غضب عام، في رأي عام ضد فكرة أنه يتم زيادة مرتبات النواب، لأن النائب بالأساس هو نائب يقوم على الأعمال المختلفة والتضحية من أجل البلاد في فترة زمنية خمس سنين، هو اختار بنفسه وبرغبته. يعني دلوقتي علشان أكون واضح ودقيق، 221 نائب طالبين إن هم ياخدوا زيادة على بدل الانتقالات وبدل المظهر ويتحاسبوا بالساعة بدل الجلسة؟ يتم احتساب مكافأة الجلسة بدل من أن تكون مكافأة للجلسة أن تكون مكافأة بالساعة. طب أنا عايز أعرف، معلش يا أستاذ محمود، هو كام في الجلسة المفروض؟ لا، كام في الجلسة هنا الأرقام متباينة وفي سرية عليها من قبل الإدارة المالية الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس الشعب سابقا. يعني ما قدرتش تعرف من الكواليس كده أكيد عندك معلومة يا أستاذ محمود. ممكن أجيب لحضرتك المعلومة دي، بس أنت عارف قصة الفلوس بيبقى فيها حرج، الواحد بيخاف يقول فلوس او بيخاف يقول معلومه تتعلق بالفلوس تحديدا الا لما تكون دقيقه، لكن اوعد حضرتك ان انا هجيب لحضرتك المعلومه دي. انا بس عايز اقول لك معلومه كمان جديده بشان المجلس دلوقتي لسه بتتم، انه حضرتك زي ما حضرتك عارف ان الدكتور علي عبد العال كان سافر اكثر من دوله اوروبيه الاسبوع اللي فات، وكان اتفق مع الاتحاد الاوروبي انهم هيعملوا معهد للعلوم البرلمانيه، ده اعتقد اول معهد في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وهيكون مقره هنا القاهره. الاتحاد الاوروبي النهارده كان في زياره صباح اليوم الى القاهره، والتقى بالدكتور علي عبد العال للبدء في الاجراءات التاسيسيه لمعهد العلوم البرلمانيه. اعتقد ده هيكون نقله نوعيه لحاجتين: الاول ضمان كل الدراسات البرلمانيه اللي في العالم ممكن نستفيد بيها، اثنين ان ده هيؤهل البرلمان المصري ان يقدم او ان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه، ثلاثه
انه هيصنف البرلمان المصري ضمن اهم البرلمانات العالميه، وده احنا محتاجينه في الفتره اللي جايه علشان نقول لكل الناس ان احنا فعلا عندنا برلمان قوي وحقيقي وبيقدر يشتغل وبيقدر يشرع وبيقدر يراقب حكومه. معهد العموم البرلماني ده اعتقد هيبقى مهم جدا استاذ شريف، ومحتاج مننا احنا كاعلام بالتاكيد ده اول معهد التلفزيون ان احنا ندعمه يكون موجود تقريبا في مصر من اكتر من قرن من الزمان. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلماني. طيب لما نقول ان 221 نائب من نواب البرلمان المصري موقر طالبين ان هم يبقى عندهم زيادات في بدل الانتقال وبدل المظهر، بالاضافه الى انه المكافاه بيسموها المكافاه الماليه لحضور الجلسات تكون بالساعه مش بالجلسه. 221 يعني ما يقترب تقريبا من نص اعضاء البرلمان، نصف اعضاء البرلمان هم 596. لما نقول 221 طالبين ده هم حاليا بيتنصلوا، بس طبعا الكلام ده مش وارد بشكل دقيق زي ما قاله الاستاذ محمود سعد الدين. مش عارف اذا كان ليهم مطالب تانية متعلقه بتابلت او موبايل او تكييفات على راي زميلنا استاذ محمد سامي، لكن هنشوف لسه ايه. طب ولسه كل ده ما حضروش وما اشتغلوش وما تعبوش وما بذلوش المجهود يعني المنتظر. رئيس البرلمان العربي احمد الجروان استنكر قرار البرلمان الاوروبي دعوه الاتحاد الاوروبي الى حظر تصدير الاسلحه للمملكه العربيه السعوديه. الحقيقه قال ان القرارات دي بتساعد وتقوي الجماعات الخارجه عن القانون في الخروج على الشرعيه، ابدا اندهاشه كمان من عدم اتخاذ قرارات زي دي ضد انظمه ودول اجرامها وتدخلها العسكري بيقتل العشرات والمئات يوميا دون ان ينطق احد بكلمه عن حظر للاسلحه لهذه الجهات. اكد ان التدخل العربي والاسلامي في اليمن جاء عن طريق طلب الحكومه الشرعيه والرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي لمواجهة الإرهابيين الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية وروعوا وقتلوا اليمنيين. دعا البرلمان الأوروبي لسحب القرار بناء على العلاقات والمصالح التي تربط الشعب العربي بالشعوب الأوروبية وبناء على الوقائع على الأرض اليمنية والدور المشرف للمملكة العربية السعودية في اليمن والإشادة به بدلا من الدعوة الغربية إلى حظر الأسلحة. النهارده محكمة النقض بتنظر عدد من الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس النواب. هتنظر الدعوة المقامة من المهندس شريف حمودة مرشح حزب الوفد بالمقطم والخليفة واللي بيطالب ببطلان الانتخابات. النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وجه سؤال عاجل لكل من رئيس الوزراء والفريق مميش رئيس هيئة قناة السويس بشأن التقارير المنشورة عن مؤسسات ملاحة متخصصة تتحدث عن تحول العشرات من سفن البضائع الدولية إلى مسار رأس الرجاء الصالح بديلا عن قناة السويس، وهذا بعد الانخفاض الحاد في أسعار الوقود والذي جعل هذا المسار الأطول أكثر جدوى من مسار القناة. السادات اعتبر ذلك مؤشرا سلبيا من شأنه خفض عائدات القناة بشكل ملحوظ إذ تزايد إقبال السفن على هذا المسار بدلا من دفع رسوم مرتفعة لعبور القناة، مما سيضيع أو يجعل إدارة القناة أمام خيارات كلها خيارات صعبة، إما أن هي تخفض الرسوم بنسبة كبيرة أو تنتظر ارتفاع أسعار النفط إلى أجل غير مسمى. رئيس حزب الإصلاح والتنمية قال كمان يجب على الحكومة وإدارة القناة أن توضح للشعب المصري الآثار المترتبة على تلك التحولات المقلقة في مسارات الملاحة الدولية وما هي الخطط البديلة للمواجهة والحفاظ على عائدات القناة وزيادتها على المدى القريب والبعيد على حد سواء، خاصة أن البلاد بتعاني حاليا من أزمة معقدة في النقد الأجنبي ولا تتحمل مزيدا من الضغوط على مواردها بالعملة الصعبة. نتابع لقاء الأستاذ شريف حمودة. احنا اتكلمنا مع بعض عن الأستاذ شريف حمودة وكان لينا لقاء معاه قبل الجلسة، نذهب ونتابع. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أتواجد الآن أمام محكمة النقض حيث تنظر دائرة الطعون داخل دار القضاء العالي. عدة طعون مقدمة ضد 60 نائبا في مجلس النواب، كان هناك 220 طعن مقدم ضد 60 نائب، تم قبول 60 طعن ضد هؤلاء النواب. وأهم المخالفات التي تجاوزها هؤلاء النواب هي الدعاية الانتخابية، تجاوزات في الدعاية الانتخابية ودفع مال سياسي، وأيضا
وجود اخطاء وتوزيع ترامادول وفياجرا ومخدرات. هيشرفني ان يكون معي الان المرشح السابق لمجلس النواب الاستاذ شريف حموده عن دائره المقطم والضرب الاحمر والخليفه. برحب بحضرتك استاذ شريف. اهلا بك يا فندم. هو انا طعني كان على مرحله الاعاده، احنا كنا اربع مرشحين في مرحله الاعاده، دائره المقطم والخليفه والضرب الاحمر. بالاضافه اللي حضرتك ذكرته، احنا طعننا في مساله في الموضوع نفسه، يعني بغض النظر عن الامور اللي مصر كلها عارفاها في خصوص المخالفات الانتخابيه، بنتكلم على نقط جوهريه في الموضوع هي خاصه بعمليات الفرز والجمع. احنا معانا محاضر الفرز بتاعتنا بتقول نتيجه مخالفه للنتيجه اللي ظهرت في من اللجنه العليا، وده دليل على حدوث تلاعب اثناء عمليات الجمع والرصد النهائي. للاسف كان في مجموعه من الموظفين مسيطرين على هذه المرحله، وطبعا القضاء بيشرفوا على التصويت وعلى اللجان الفرعيه، ثم بيسلموا شغلهم للجان العامه. اللجان احنا كنا 122 لجنه فرعيه، فطبعا كان في ضغط جامد، وللاسف يمكن احنا الواحد ما كانش عنده متخيل ان لسه ممكن يحصل هذا الكلام في المرحله في الزمن اللي احنا فيه ده، فما كانش الواحد مركز مع الموظفين دول. حصل مخالفات جسيمه في مساله الرصد، اصوات ضخمه جدا اختفت، مش اختفت بمعنى اختفت، هي بيحصل تغيير، بدل ما يبقى اسمه فلان تبقى اسمه فلان، بحيث يطلع المجموع شبه صحيح يعني. بالاضافه ان احنا عندنا حاله خاصه في مساله التجنيد، احنا عندنا قضيه كبيره هي مساله احد الساده المرشحين اللي نجحوا عنده مشكله كبيره في مساله التجنيد، تم تغطيتها ومحدش يعني للاسف قبل ورقه، واحنا ما كانش عندنا معلومه في التوقيت ده. بحثنا في الموضوع وجبنا مستندات قويه تثبت ان شهاده التجنيد لو مقدمه مخالفه الحقيقه اللي هو لم يؤدي الخدمه العسكريه وتهرب منها، فاعتقد موضوعنا هنا اعمق في دايرتنا، واحنا شغالين عليه بقانون وبهدوء وبدون اي استعجال للنتائج. طبعا الوضع المره دي الحمد لله احنا في اول تطبيق للدستور الجديد وقانون مجلس النواب اللي ادى الحق النهارده محكمه النقض، لم يصبح مجلس النواب سيد قراره كما كان في الماضي. محكمه النقض في الماضي كانت بتصدر مجرد تقرير بتبعته للمجلس الشعب او مجلس النواب، وكان هو بينظر فيه اما ياخده او ما ياخدوش، وكان غالبا ما بياخدش هذا التقرير طبعا يعني. الحاله الحاليه اصبح حكم محكمه النقض هو حكم نهائي وواجب التنفيذ، وهي لها حق تصحيح النتيجه. فمحكمة النقض أصبحت النهاردة السلطة العليا، وإحنا طبعا بنحتكم للمحكمة العليا في مصر وكلنا ثقة فيها، وإن شاء الله يعني اللي ليه حق ياخده. يعني إحنا عاوزين اللي أدى الخدمة العسكرية يكمل، اللي ما أدهاش ما يكملش، الفرز الحقيقي والأصوات الحقيقية كل واحد ياخد حقه. طب استاذ شريف، اللجنه العليا للانتخابات مش كان من المفترض انها تتاكد من الاوراق دي؟ يعني في حد من النواب معهوش شهاده تجنيد او مزور شهاده التجنيد، في الميزانيه المخصصه للنواب، في دفع مال سياسي اكتر من الميزانيه المخصصه، مش كان المفترض يا فندم ان يتم التاكد من هذه الامور قبل اعلان النتيجه بفوز احد النواب؟ دي مشاكل على مستوى الجمهوريه بصراحه، كانت يعني من العيوب اللي كانت واضحه في الانتخابات على مستوى الجمهوريه، وكانت اللجنه العليا يعني ما لهاش موقف واضح في هذا الامر، مش على دائرتنا يعني، على مستوى بنتكلم على المرحلتين الاولى والثانيه. فانا هنا يعني هتكلم كسياسي، طبعا مساله كانت واضحه وضوح العيان، وقد تكون قله امكانيات او قانون مش كافي او حاجه بالشكل ده، وانا يعني انا بوزعها غالبا لقله الامكانيات، والقانون يعني لم يكن راضيا بما فيه الكفايه. وعاوز اقول لحضرتك ان للاسف طبعا المساله كانت عامه والدوائر كتير والدوائر واسعه، وانتخابات كانت ساخنه والمنافسه كانت شديده، واللجنه العليا كان عليها ضغط. قد يعني ان شاء الله الامل في انشاء مفوضيه الانتخابات ان يبقى الامور في المستقبل تبقى اكثر انضباطا. استاذ شريف، يعني سؤالي لحضرتك فندم، ماذا لو تم قبول طعون المقدمه؟ هل سوف يتم حل البرلمان او ستجرى انتخابات في هذه الدوائر؟ وماذا ستقدمونه اليوم داخل هذه القاعة بعد قليل؟ لا، احنا طعوننا طعون خاصة بدوائر محددة وليس على المجلس ككل. انا مش من الناس اللي بتكلم على اسقاط المجلس، انا شايف ان وجهة نظري كسياسي ان مصر لا تحتمل سقوط مجلس النواب، مصر تأمل في مجلس النواب بكل العيوب اللي هو موجود فيها حاليا، ان تأمل ان ينضج مجلس النواب وان يصل الى مرحلة ان هو يكون عامل اضافي للبلد وليس عامل سلبي كما يحدث حاليا، او ما يكونش بقى يعني مسرحية الناس بتتفرج عليها كل يوم وتشوف اخبارها يعني. فانا مش من الناس اللي بسعى لاسقاط المجلس ككل يعني، انا حتى لو على يعني ضد مصلحتي، بس انا لست راغبا في ذلك يعني. انا عاوز البلد يحصل فيها استقرار، لان الوضع الاقتصادي اصبح حاليا يعني كارثي بمعنى الكلمه، وما يتحملش لا انتخابات ثانيه ولا ارهاق للبلد وميزانيتها ولا ارهاق للشرطه ولا يعني ارهاق لمؤسسات الدوله. دي المساله الاولى. اما بعد الطعون اللي قدام الدستور العليا انا ليس لي علاقه بها
يعني ما مش متابعها ولا يعني انا مش متحمس ليها بمنتهى الصراحه يعني. اما في خصوص اللي بيحصل عندنا احنا، محكمه النقض بنص القانون تملك تصحيح النتيجه. تصحيح النتيجه هنا المساله يعني مفتوحه لمحكمه النقض، تقدر انها تعدل في النتيجه اللي طلعت او تلاقي ان الخطا جسيم وتعيد الانتخابات تاني. فهي وهنا بنتكلم في حدود الدائره، يعني حدود الدائره وحدود الكرسيين اللي هم بيمثلوا هذه الدائره. فالمساله هنا يعني على اقصى درجات التخصيص ولا يجوز فيها التعميم يعني. نشكرك استاذ شريف، شكرا جزيلا لحضراتكم، نورتونا، اهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. يعني كان هذا اللقاء مع عدد من النواب والاستاذ شريف حموده المرشح عن دائره الدرب الاحمر والمقطم والخليفه. الى ان نلتقي اعود الى استوديو عين على البرلمان. احنا مستمرين في تلقي الشكاوى الخاصه بحضراتكم والفيديوهات السلبيه، لكن في فيديو وصل لينا الحقيقه احنا بنعتبره فيديو ايجابي ونقطه ضوء في شاب قدر ان هو يصمم عربية لباعة جائلين في اسكندرية بتعمل بالطاقة الشمسية، بتوفر عدد كبير من فرص العمل في مظهر حضاري ولا بتسرق الكهرباء ولا شكلها بيشوه المنظر الحضاري. الفيديو ده زي ما انتم شايفين على الشاشة امام حضراتكم هو كما تتابعوه الان. استاذ ياسر اللي صمم العربية وبعت لنا الفيديو، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. يعني اديني كده شرح تفصيلي للمشروع بتاعك. والله يا فندم احنا عملنا المشروع دوت، انت عارف بعد الثورات اللي حصلت للاسف اجمل حته في اسكندريه فهو كورنيش اسكندريه. وللاسف اللي حصل طبعا ان بدا يبقى في عشوائيات كتير، وببقى عذر المحافظه والمرافق لان هي المشكله في ناس عايزه تاكل عيش وفي نفس الوقت المنظر الجمالي مش حلو. فهم كانوا زي حلقه مفقوده كنا عايزين نجمعها. اول حاجه هو ليه ابعاد، ليه كذا نقطه. اول نقطه التطوير وتجميل المنظر العام على كورنيش اسكندريه. اتنين، حل مشاكل الشباب اللي هم فعلا عايزين يشتغلوا. على فكرة احنا لما بدأنا الموضوع ده كنا متخيلين ان هو للباعة الجائلين بس، ففوجئنا ان كورنيش اسكندرية بيتحول من باعة جائلين لشباب خريجين. فوجئنا ان لقينا طبعا قدمت الاول، انا عشان ما تتصدمش في حاجة عايز اقولك عليها. فضل. عايز اقولك ان المشروع دوت من ايام اللواء عبد السلام المحجوب. ياه. انا بجري فيه، متخيل؟ طب وايه الصعوبات اللي واجهتك؟ يعني كان ايه المشكله؟ مش فاهم. والله يا فندم يعني الصعوبات ياما، ومش عايزين نتكلموا عن السلبيات، لا احنا نتكلموا على ال- 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 الجديد الايجابيات. تمام. يعني احنا اول حاجه المنظر العام على الكورنيش بقى مختلف، لان كان الاول عشوائي ومش منظم، ونبص نلاقي شرطه المرافق بتجري ورا الناس، والناس زعلانه، ورغم ان هم غلط ومخالفين بس هم مش لاقيين حد ان هو يقانون لهم وضعهم. وبالفعل انا اتقدمت للواء سعيد الفوال رئيس حي شرق كان اياميها، وفوجئت ان هو، ودي حاجه انا ما كنتش مصدقها، لقيته ثاني يوم لما عرضت عليه المشروع، لقيته ثاني يوم بيتصل بيا بيقول لي تعالى عشان السيد المحافظ معجب بالموضوع. ففوجئت ان هو بيقول لي اي مشكله عندك انا هخلصها لك، المهم ابدا وريني هتعمل ايه. وفعلا قمنا عارضين، نزلنا اول مرحله اول جزء، لقينا الشباب كتير وش كلها شباب كليات وجامعات رحبوا بالموضوع. بدأنا نقنن الوضع أنا واللواء سعيد إن إحنا نعمله بتقدر يعملوا الفيش والتشبيه واتنين شهادة صحية، واحدة تبقى في النموذج للكشف على اللي هي المتابعة بتاعة الأحياء، وواحدة تبقى في الحي. حولنا الناس دي بقى لهم ملفات في الحي فعلا، يعني موظف الحي كفاية إن هو يبقى قاعد في مكتبه عارف مين وبيعمل إيه شغال فين في الدايرة بتاعته، يعني في الحته الفلانيه في فلان الفلاني في شو تشبيه وشهاده صحيه، الملف كله بقى موجود في الحي. طبعا احنا فكره سرقه التيار الكهربائي دي كانت مشكله مقابله المحافظه بشكل عام، مشكله مش عارف يحلها. الشباب طبعا الناس بيقوموا فاتحين العمود النور ويطلعوا السلك ويقوموا موصلين فيشه. احنا وفرنا عليهم الكلام دوت، وبقت العربيه بتضيء بالطاقه الشمسيه بشكل كامل. بالطاقه الشمسيه بشكل كامل؟
طبعا فيها الامكانيات بقى بتاعت العربيه، فيها كاسيت، فيها سماعات، فيها باسكت، اتنين باسكت للزباله، فيها طفايه حريق، فيها نمر. واللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه بشكل كامل ديت قادره ان هي يعني تعمل السندوتشات وتستخدم يا فندم كل الانشطه اللي تخطر في بالك فهي شغاله. يعني احنا عندنا كل ثلاث شباب بقوا واخدين نموذج. يعني في شباب في الكليات، عندي شباب في كليه الفنون الجميله، ثلاث شباب دول يعتبروا قدام كليه الفنون الجميله على الكورنيش في جليم. هم ثلاث شباب بيجمعوا من بعض وبيقوموا داخلين في المشروع، واخد بال حضرتك. عندي في كليه الهندسه شابين في كليه الهندسه واخدين نموذج. عندي سياحة وفنادق، عندي كل الأنشطة اللي تخطر في بالك فهي شغالة. طبعا أنا اللي احنا بدأنا في حي شرق من أول شارع الإقبال لحد سبورتنج. والعربية ديت، العربية دي ألو حضرتك سامعني؟ ففندم سامعني يا فندم؟ تمام سامعني حضرتك. عارف أنا فوجئت بحاجة كمان غريبة يا فندم، أنا فوجئت إن اللي هو خالد فوزي رئيس حي الجمرك لقيته بيتصل بيا، فروحت له لقيته بيقول لي انا شفت العربيه والشكل عاجبني جدا، انا عايز انفذه في حي الجمرك. فطبعا دي كانت خطوه غريبه بالنسبه لي. انا بقول لحضرتك من ايام اللواء عبد السلام المحبوب وانا معايا المشروع وبحاول اعرضه على المسؤولين، بس طبعا يعني كل وقت كل مرحله ولها ظروفها. فطبعا عربيه زي دي تتكلف كام؟ بص يا فندم، قابلتنا برضو مشكله ان العربيه بتتكلف، لان احنا شركه اصلا شغلنا كله في الساحل الشمالي، مش بنعرف نشتغل اي حاجه، شغلنا شغل عالي. فكانت المشكله دي مقابلنا ان اللي هو سعيد الفوال حب ان هو ينزلها للشباب بسعر رخيص وبالتقسيط، وصلت ان هي الشاب بيدفع 15 جنيه ونص تقريبا في اليوم. 15 جنيه في اليوم؟ اه. لكن هي بتتكلف كام كلها؟ هي بتتكلف مثلا في الرينج ال 13. 13 ايه؟ بالخلايا الشمسيه، بالامكانيات بتاعتها كلها زي ما قلت لحضرتك. يعني العربيه ب 13,000؟ اه، بس بيدفعوا 15 جنيه ونص في اليوم لمده، بتترخص له سنه بسنه. ليه يا فندم بتترخص له سنه بسنه؟ علشان احنا لازم نتفق ان الواحد لو حس ان الحاجه دي بقت ملكه قوي فبيعاملها معامله خلاص، يعني مش هيبقى خلاص هو حاسس ان هي بقت بتاعته، بقى ما بقاش فيه مشكله، مش هيبقى فيه نظافه حواليه. انما طول ما هو حاسس ان هو اجار وملتزم بتنظيف المكان اللي حواليه، ملتزم معامله المصيفين بطريقه كويسه، دي العربيه دي ليها نمره. يعني حتى لو الشاب من دول حصل اي مشكله بينه وبين الجست او المصيفين اللي هم بينزلوا اسكندريه، يقدر بنمره العربيه يقدر يروح الحي يشتكي، والله انا قابلتني المشكله الفلانيه من البياع الفلاني او الشاب الفلاني. فطبعا فوجئنا ان لقينا اغلبيه المشروع واخده شباب كلها في جامعات، ودي حاجه يعني كانت من ضمن الحاجات الجميله اللي بقت على كورنيش اسكندريه. ممتاز. انا بتمنى لك التوفيق، وده موضوع اكتر من ممتاز، حاجه يعني تفتح النفس وحاجه تحسس الواحد ان في امل في مشروعات شبابيه بافكار شابه، بافكار فيها انجاز، فيها عدم استغلال للطاقه، فيها شكل ومظهر شيك وحضاري زي ما حضراتكم شايفين امامكم، فيها كمان كل حاجه بتتعاون فيها بقى مع الحي ومع المدينه ومع البلد، لا انت ضد القانون ولا انت بتخالف لوائح ولا قوانين، المساله كلها ابتكار وتعامل بنظم محترمه بتحترم القانون وشباب محترم وشباب متميز، وما هياش بتكلفه عاليه جدا او بكلفه عاليه. 15 جنيه في اليوم اظن قطاع كبير جدا من الشباب اللي بيعانوا من مشاكل بطاله يقدروا ان هم يشتغلوا في هذه النوعيه من المشروعات. كل الشكر والتقدير للي صمم وحارب واستمر في هذا الموضوع علشان يطلع لنا في النهايه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه امامكم ده. وفي الاول وفي الاخر احنا يهمنا ان احنا ننقل الصوره الايجابيه، عشان بس ما حدش يتهمنا ان احنا طول الوقت بننقل صور سلبيه و صور كئيبه، لا، في كمان صور ايجابيه وفي شباب مشرف وفي ناس عندها القدره والرغبه ان هي تشتغل وتنتج وتعمل شغل محترم.
زي ما حضراتكم شايفين. شكرا ليك استاذ ياسر، وشكرا لمحافظة اسكندرية، وطبعا شكرا للمحافظ السابق هاني المسيري اللي استجاب للموضوع ونفذه وطبقه. ده واحد من العلامات المضيئة في تاريخ مشروعات الشباب، ويا ريت نشوف مصر كلها بكل الاكشاك اللي موجودة فيها بقى، سواء كانت اكشاك بتبيع اكل وشرب، او اكشاك بتبيع سندوتشات او ميه او مياه غازيه او مثلجات او اي حاجه. يا ريت مصر كلها تبقى بالمنظر ده. طيب نرجع تاني بسرعه كده علشان مجلس النواب، في خبر عاجل امام حضراتكم على الشاشه هيظهر في لحظات. مجلس النواب بيوافق على تشكيل لجنه خاصه لبحث ازمه توفيق عكاشه. اذا لجنه خاصه لبحث ازمه توفيق عكاشه بعد استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة خاصة وعاجلة لبحث أزمة استضافة النائب توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلي بمنزله. يعني إيه هي أهداف هذه اللجنة؟ كيف ستعمل هذه اللجنة؟ ده اللي هنعرفه بعد دقائق. مستمرين طبعا برضو مع حضراتكم، احنا صحيح شفنا إيجابية، بس برضو احنا مستمرين في تلقي الشكاوي اللي حضراتكم بتبعتوها لينا عن طريق الواتساب. في فيديوهات جات لنا من أحد المواطنين بمنطقة مدينة السلام بالقاهرة بيعاني من وجود مياه الصرف الصحي حوالين المساكن في المنطقة، ده طبعا بيهدد سلامة المباني زي ما حضراتكم شايفين، وغير طبعا انتشار الأمراض والأوبئة. زي ما حضراتكم شايفين أمامكم مشهد سلبي منتشر الحقيقة، ومش مشهد نادر، يعني هو مشهد منتشر في كل أنحاء الجمهورية. لازم هنلاقي مشهد زي ده، صرف صحي بجانب المساكن، قمامة، انتشار للأمراض والأوبئة. مدام رضا اللي بعتت الفيديو برحب بحضرتك. مدام رضا، طيب أنا هحاول تاني إن نخلي الإعداد يتواصل مع حضرتك. مدام رضا. أيوة. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت حضرتك أستاذ شريف. أنا يا فندم، أنا يا فندم، اتفضلي. الفيديو. اتفضلي يا فندم. عندنا يعني سوء سلبية فعلاً، ويعني وبنشتكي منها كلنا، إن المجاري دي يعني من ورا ومن قدام، إحنا البلوك الوحيد اللي وشه لظهر ثلاث بلوكات، والمربع كله مجاري وقمامه، ومن ورا برضه مجاري وقمامه، واحنا كلنا بنتعرض كده للامراض وانتشار الناموس طبعا، والحاجات اللي حضرتك عارفها. فده طبعا ده كله مضري لينا، واشتكينا اكتر من مره ومحدش بيعمل حاجه. اشتكيتوا مين بقى؟ احنا خايفين كمان على اساس البيت نفسه، لان المجاري يعني بقى لها فتره كبيره جدا بالمنظر ده تحت البيت. اشتكيتوا لمين يا فندم؟ ده خطر. نعم؟ اشتكيتوا لمين؟ اشتكينا للحي وكذا مره يعني. اخر مره كانت امتى؟ اخر مره كانت امتى؟ اخر مره احنا بعتنا الاسبوع اللي فات يعني، بس قبلها من شهرين وقبلها يعني اشتكينا كتير. تمام. مدام رضا بس انا استاذنك ما تبعتوش، روحوا على طول وقابلوا المسؤولين في الحي ووجها لوجه. واسمعوا منهم، شوفوا هيحلوا المشكلة ديت امتى، اذا ما كانش توجهوا فورا لنائب الدايرة اللي حضراتكم فيها، اذا ما استجابش هو كمان تعالوا لنا احنا وهنشوف ازاي نحل المشكلة ديت معاكم. بس ما تبعتوش، يعني مصر ما بتجيش بانكم تبعتوا وتستنوا رد، لازم تروحوا بنفسكم وتقابلوا وتحاولوا تحلوا المشكلة. احنا رحنا قبل كده من فترة والله، ورحنا وصورنا صور ووديناها ورحنا. طب قولي لي، طيب مين هو اسم رئيس الحي واسم النائب اللي انتوا تابعين ليه؟ واحنا نتكلم معاه يعني. اللي تابعين ليه هو في ثلاث نواب. تمام. الناس حد لسه يعني، هو في ايليا ثروت باسيلي، وفي شريف الوداني، وفي احمد اسماعيل. واتكلمت عن مدينه السلام. اتكلمتوا معاهم؟ لا الحقيقه ما اتكلمناش معاهم. طيب. بس احنا بعتنا، لان انا ما اعرفش اقابلهم فين يعني. تمام. تمام، المفروض ان هم يبقى ليهم مكاتب معروفه ليكم كنواب. انا بشكرك شكرا جزيلا مدام رضا، شكرا جزيلا. طبعا هي مشكله اللي حضراتكم شايفينها دي، مشكله اللي حضراتكم شايفينها قدامكم على الشاشه دي، مشكله سلبيه زي ما قلت موجوده في كل الاماكن والاحياء في مصر. ما فيش حي في مصر ولا منطقه في مصر ما فيهاش المنظر اللي حضراتكم شايفينه. مهم ان هم يتواصلوا مع نواب الدائره التابعين ليها، ومهم ان نواب الدائره كمان يتواصلوا مع الاهالي،
يعني لما الاهالي يتكلموا يقولوا احنا مش عارفين نجيب النواب او نجيبهم ازاي او نوصل لهم ازاي، ثلاث نواب مش عارفين يوصلوا ولا نائب واحد فيهم، دي مشكله كبيره جدا على النواب ان هي تتواصل مع الناس ويكون ليها مكاتب تعامل وخدمه للجمهور والاهالي الدايره واضحه ومعلنه لكل اهالي الدايره اللي عنده مشكله. والساده رؤساء الاحياء رجاء رجاء يعني اتحركوا رجاء، مش ممكن اللي حضراتكم بتعملوه، مش ممكن. احنا لسه مستمرين مع السلام. احد المواطنين كمان بعت لنا صور لتجمع القمامه والحيوانات الميته وسط السكان زي ما حضراتكم شايفين، بيقول ان سيارات الحي هي اللي بترمي القمامه زي ما انتم شايفين الصور قدامكم، ادي سيارات الحي بتلقي القمامه. استاذ محسن اللي بعت لنا الصور اتفضل. استاذ محسن اتفضل ويا ريت توطي التلفزيون. ايوه معاك يا فندم معاك. ايوه معاك يا فندم معاك. اتفضل اتفضل قول لي. حضرتك الزباله دي بقى لها سنين وكل ما نيجي نبلغ الحي يقول لك ان دي اسمها منطقه مناوله، فانا بقول له يعني ايه مناوله؟ يعني بيلموا الزباله اللي في المنطقه الحي كلها وبيجوا يرموها هنا. تمام. مع كل حاجه اللي هي الميته. مع الكلاب كلها تضله، وبعدين المنطقه دي بتبقى ضلمه بالليل ما بنعرفش نمشي فيها. وبعدين خلف الحته دي انت في عربيات عندك اهي جوه قديمه، خلف العربيات دي في بتتربى مواشي جوه وبيرموا زباله المواشي جوه الجنينه جوه الارض دي. انت ساكن في المنطقه دي من امتى؟ انا ساكن في المنطقه دي من سنه 2006 حضرتك. من 2006؟ وكانت المنطقه دي منطقه تجمع للقمامه، منطقه مناوله؟ لا لا، دي كانت تبع الدواجن، فلما الدواجن اشتريت من هنا بقت جراش عربيات، واحد جاي فيها مرمصات بيأجرها. بعد كده ساب العربيات دي ومشي، جم ناس قعدوا فيها بيربوا فيها خرفان وبقر وبتاع وكده، وبياكلوا الزباله وبياكلوا اللحمه دي للناس. تمام، يعني المنطقه دي تناوب عليها اكتر من جهه. اكتر من جهه حضرتك، وبلغنا الحي لك دي اسمها منطقه مناوبه، فانا بقول له يعني ايه مناوبه؟ مناوله اللي مناوله اللي بنيجي نرمي فيها الزباله وبنرجع ناخدها تاني. طب ازاي وهي في وسط مساكن؟ طيب بشكرك شكرا، بشكرك 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 شكرا جزيلا. منطقه مناوله يعني ممكن تكون منطقه مناوله، احنا اتكلمنا قبل كده ايام ما كنا عاملين حمله مصر النظيفه وفهمنا منطقه المناوله دي منطقه لتجميع القمامه، لكن كمان اتفقنا مع كل الخبراء والمختصين ان منطقه المناوله ما بتبقاش مفتوحه بالمنظر ده، وما تبقاش القمامه مرميه فيها منها للشارع ومنها للناس ومنها للاهالي بهذا المنظر، بتكون متصوره وبيكون حواليها سور وبيكون في غفير او مختص او فرد مختص بدخول وخروج العربيات، والمساله بتكون منظمه مش اي حاجه كده تدخل واي حاجه تخرج في وسط الناس. وبالمنظر ده المفروض ان هي يكون ليها سور يحاوطها ويمنع خروج القمامه للشوارع بالمنظر ده او خروج الروائح وبالتالي الحيوانات الميتة إلى آخره. يعني المناظر المقززة دي المفروض إن هي ما تكونش موجودة بالطريقة ديت من الشارع لعيون الناس كده مباشرة، ومن الأمراض ومن التلوث أيضا للناس مباشرة القاطنين في هذه المنطقة. ده لو هم عندهم يعني شيء من مش المظهر الحضاري، يعني شيء من الإدراك الإنساني، يعني نصف إنسانية، هيعملوا سور مش هيكلفهم كتير. إنما في النهاية برضو رؤساء الحي ورؤساء الأحياء هم اللي مسؤولين، رؤساء حي السلام والسادة أعضاء البرلمان مع النواب السادة المحافظين المسؤولين عن المنطقة ديت، مسؤولين النظافة والتجميل، كل دول مسؤولين كده مع بعضهم مسؤولية مشتركة على إن المشاهد دي ما تكونش موجودة أبدا، لأن هي شيء مش مستحيلة، مش صعبة، مش معقدة إن يتم حلها، مش مليارات هيتم إنفاقها، مجرد نظام ووعي وضمير ورغبة في إن الشارع يبقى نظيف أو المنطقة تبقى نظيفة بالتعاون مع الأهالي، فقط لا غير، ضمير وحسن إدارة، يعني ضمير مع حسن إدارة ورغبة في إن المكان يبقى جميل، مش مسألة أموال إطلاقا. آخر مشكلة نروح لإسماعيلية، دي برضو صرف صحي. صور اتبعتت لنا من أحد المواطنين لقرية العمار بمركز فايد في الإسماعيلية بتشهد مأساة
حقيقية بعد أن أوشكت المياه الجوفية مياه الصرف على غرق جميع المنازل. أستاذ محمد اللي بعت لنا الصور. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا يا فندم. تفضل قول لي إيه المشكلة دي. والله إحنا عندنا المشكلة هنا هو إن المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي هجمت على البيوت بطريقة يعني وحشة جدا واستنجدوا الأهالي. يمكن الصورة عند حضرتك شايفها على الطبيعة الناس المياه جوه البيوت من جوه. وقبل كده يمكن قناة الحياة مشكورة كانت عملت مداخلة مع رئيس مدينة فايد لأن بيدي كلام كله وهمي وكلام حبر على ورق بيقولوه. وأخيرا قابلنا الوزير أحمد زكي بدر مؤخرا قابلناه يوم الجمعة اللي فاتت عندنا في إسماعيلية هنا وادينا له شقة بهذا الموضوع. وبعدين ما فيش أي نتيجة. وكلمنا المحافظ. المحافظ من يوم ما تولى يعني مقاليد الحكم في محافظة إسماعيلية حتى الآن لم يزور هذه القرية قرية سرابيوم اللي تبع مركز الدخول والإعمار. والمية الناس هجمت على البيوت فعلا والله. الناس سابت بيوتها ومشيت وبقت تبيع بيوتها بأرخص الأثمان في قرية سرابيوم وده بسبب المحليات لأن كله أساس. هي القرية اسمها إيه؟ اسمها عزبة العمار تبع قرية سرابيوم بمركز فايد. عزبة العمار بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد. بقرية سرابيوم. وكلمنا الوزير أحمد زكي بدري يوم الجمعة اللي فات كان عندنا في إسماعيلية وادينا له شطوة بهذا الكلام. ولكن ما حدش بيتحرك اصلا. كله تمام يا فندم حتى الاهالي امبارح عملت مظاهره هنا وقالت احنا بنطالب باقاله رئيس القريه على ابو دراع رئيس قريه سرابيوم لان كل دقيقتين يروحوا له الناس ما فيش ولا بيعملوا اي خدمات بتوع المحليات. فلا بد من تدخل الوزير شخصيا لانقاذ الاهالي دي. يعني اقل حاجه ان هو يعيش في مكان يعني نظيف. في نائب مسؤول عن المنطقه او الدايره ديت. النائب موجود وممكن ادي له في تليفون الوقت اتكلمه. طيب ماشي. انا بس استاذنك ايه تسيب بيانات النائب. هو مين النائب بس اولا؟ النائب احمد سعيد شعيب واخد بال حضرتك. تمام. ممكن يحكي لك عن المشكله لان هو عايشها واخد بالك. اما بقيه النواب كلهم ناموا. يعني احنا عندنا 8 نواب رحنا لهم في الاسماعيليه يقول لك كل لما تروح لواحد نائب في الاسماعيليه يقول لك هو مفيش نائب غير انا. هو مفيش نائب روح لده نائب دايرتك يا عم. انت نائب الشعب يقول لك يا عم. تمام. لاننا بصراحه احنا في وضع بامانه رئيس يعني وضع سيء. وضع سيء للغايه يا فندم. يا ريت تنقذونا ويا ريت قناه الحياه تيجي تصور مع الطبيعه كمان تشوف المواطنين والاهالي بيعيشوا مأساة حقيقيه. تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا استاذ محمد. طبعا احنا بننادي بضروره حل المشكله المتعلقه بعزبه العمار قريه سرابيوم في فايد. يعني هذه القريه بتتعرض للغرق ومفيش استجابة. الناس هجرت بيوتها وبرضو ما فيش استجابة. بيحاولوا ان هم يتواصلوا مع المسؤولين حتى السيد وزير التنمية المحلية برضو ما فيش استجابة. رؤساء الأحياء صفر والنواب بيتهربوا زي ما هو قال. كل ما يروحوا النائب يقولوا لهم يعني احنا مش تابعين للدايرة ديت وما فيش نائب غير يجوله وكله بيحاول ان هو يتنصل. اما بقى سيادة النائب احمد سعيد شعيب النائب المفترض ان هو عن هذه المنطقة ده احنا هنتواصل معاه ونشوف ازاي الموضوع ده يتم حله. ومرة تانية هرجع وأقول برضو هي مش مشكلة أموال. هي مشكلة حسن إدارة وضمير ورغبة حقيقية في الإنجاز. هي دي المشكلة الأساسية اللي احنا بنعاني منها في كل حاجة. طول ما احنا ماشيين نلم في مشاكل طول ما احنا دايما يطلع لنا إن هي دي المشكلة الأساسية. تعليم صحة نظافة بالذات تموين أي حاجة. الموضوع كله متعلق بالتنظيم والضمير والرغبة في الإنجاز. نروح لفقرتنا السابتة وأنا هشوف بعد كده حضراتكم الساعة 4 إن شاء الله. جولة نائب بنعرض مشاكل إحدى القرى وبيكون معانا أهالي الدائرة والنائب بيحاول إن هو يحللهم مشاكلهم. معانا النهاردة النائب حسين غيتا عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمغاغة بالمنيا أثناء جولته بمركز مغاغة للتعرف على مشاكل الأهالي والعمل على حلها. مشاهدينا في فقرة جولة مع النائب النهاردة مع الدكتور حسين غيطة بالتحديد في مركز مغاغة بمحافظة المنيا لرصد المشاكل الخاصة بهذا المركز. ما بعض الأهالي برحب بكم في البداية. كلمونا عن المشاكل الموجودة عندكم في مغاغة وإيه المطلوب حلها بالضبط. يا فندم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك هنا في مركز مغاغة في شوية مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للصرف الصحي. ازدحام شديد في الشوارع وبالذات شارع عبد العظيم
تعرفش تمشي في برجليك من. والسيد رئيس المدينة طبعا المفروض يطلع ويظبط ويوسع المكان كل الطريق ده. حضرتك ما تعرفش تمشي برجليك في الشارع ده بالذات يعني، واخد بحياتك. وبالنسبه للصرف الصحي برضو في بعض سلبيات، ورحت انا مره قبل كده المجلس وقلت لهم تعالى نعمل نصلح الحاجات ديت، خدوا مني الطلب وما عملوش اي حاجه. ماشي، اتفضل معايا كده وقول لي برضو المشاكل الموجوده عندكم. انا هنا باني من 2010 ولي حاولت اروح لرئيس مجلس المدينه ومعاه المخطط من مجاولين العرب، قال لك في منحه للمخللات رفض سيد بيه حلمي يعملها بتوقيع منه. كانت المجاولين العرب نفذت المخللات اللي بتاع الصرف الصحي. الجازة ركبناها على حسابنا من ضمن المعينات الكهرباء، وجينا وركبنا عداد بالبطاقه بالكارت ده. احنا هنا بنعاني من الزباله اللي قدام مسجد السلام، مفيش حاويات سليمه ولا نظافه مستمره، بتتنظف يمكن كل 15 يوم مره لما مسبب لنا الامراض وعامل لنا مشاكل هنا في الزباله واللي قدام مسجد اكبر مسجد في مغاغه تقريبا يعني. شكرا ليك. ماشي، اتفضل اللي حضرتك فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطبعا بنبارك للدكتور حسين غيط على جهوده وعلى مجهوداته اللي بيعملها في مركز مغاغه، لكن في بعض السلبيات. القمامه في مغاغه بكميات غير عاديه. المشكله الثانيه في بعض المناطق العمرانيه الجديده فيها طبعا كتله سكنيه جديده، لكن ما فيهاش دعم خالص لا كهرباء ولا ميه، رغم ان الحيز العمراني اتحدد والغيط دلوقتي متنفسش على الطبيعه. شكرا يا فندم. شكرا ليك. ماشي، اتفضل. نبص بس للكاميرا. السلام عليكم. موجود المشاكل عندكم برضه بتعمل منها مطلوب محلها ايه مسكن فيه؟ والله هي المشاكل الموجوده عندنا في البلد كتيره من كل حاجه. الشباب مفيش اي حاجه للشباب، ادام احنا مش بنخاطب سياده النائب بس، يعني سياده النائب بيوصل صوتنا للناس واحنا نتمنى انهم فعلا يسمعونا. الشباب مفيش اي تعيينات ظهرت لغايه دلوقتي. الاسعار قالوا لنا الاسعار هيثبتوها، كل حاجه يتكلموا فيها. فضلت فتره معينه الاسعار نزلت شويه، ممكن سياده النائب عارف الموضوع ده، وبعدين رجعت زادت تاني. النظافه في الشوارع مفيش. مكان زي العبور انظف مكان في مغاغه، مكان يمكن حضرتك كان عايز الكاميرا تجيب المكان ده. اتكلمنا مع كل الناس ومفيش اي حد اهتم باي حاجه. تمام، الطرق نفسها بيتصرف عليها ملايين، الطرق بيتصرف عليها ملايين وبياخدوها المهندسين والمسؤولين، وديك زي ما حضرتك شايف الطرق بيتعمل فيها ايه. مفيش اي حاجه موجوده في البلد معانا هنا، موجوده معانا هنا في البلد الا لما بيدفع فيها مبالغ وما بيتعملش فيها اي حاجه كويسه جدا. شكرا ليك. دكتور حسين، احنا استمعنا لاراء الناس وعايز اعرف ردك ايه على كل الحاجات اللي احنا سمعناها دي. طبعا هو طبعا في بالنسبه لمركز مغاغه في مشكله ما فعلا في النظافه في الشوارع، دي حقيقيه. في مشكله في التنظيف، في اعمده النور والاضاءه في الشوارع، في ادخال المرافق في المناطق اللي هي جديده في المغاغه بالنسبه للامتداد العمراني. طبعا احنا رحنا مره قبل كده للسيد رئيس مجلس المدينه، وفي مشكله برضو للحناطير بتبقى موجوده بطريقه غير منظمه، ووعدنا ان هو في خلال مده معينه، الكلام ده كان من اكتر من شهر، ان هو هينسق الكلام ده ويعمل. طلبنا طلبات بسيطه، ان تعمل مثلا ترخص الحناطير ويبقى لها رقم ويوحد الاجره الموجوده لكل الناس في المنطقه، لكن ما تمش حاجه بصراحه في الموضوع ده من ناحيه رئيس مجلس المدينه. مشكله الناس بتتكلم على ان احنا كمان دلوقتي النائب دوره رقابي، بنتكلم عن انتشار القمامه الموجوده في الشوارع والكلام ده كله، فرد حضرتك ايه؟ ردي طبعا ان المفترض انك انت في مسؤول تنفيذي اللي هو رئيس مجلس المدينه، احنا تقدمنا ليه اكتر من مره وكلمناه اكتر من مره، وانا شخصيا اتكلمت مع السيد المحافظ على الوضع بتاع مغاغه، واتكلمت مع السيد وزير التنميه المحليه الدكتور احمد زكي بدر لما كان عندنا في لقاء الرئيس السيسي في المجلس، وان شاء الله هيكون في حل جذري بالنسبه لمغاغه قريب ان شاء الله، ونتمنى ذلك من الساده المسؤولين، لان مش هينفع الوضع الشارع بالنسبه لمغاغه ده حقيقي. يعني طلبات بسيطه طلبناها من السيد رئيس مجلس المدينه، مثلا حناطير يبقى لها رخصه والسعر موحد في الشارع والحاجات دي، اعتقد المفترض مش مستاهله اي مجهود وما تمش منها حاجه. بالنسبه للعشوائيات كان في، مش عشوائيات، في المرافق اللي هي مش واخده تراخيص،
فكان مفترض ان هي تدخل كهرباء وميه وكلام زي كده. طبعا اتكلمت مع السيد وزير الكهرباء في مكتب السيد وزير الكهرباء ووعد ان الموضوع يندرس مع السيد رئيس الوزراء, وفي اجتماع المحافظين فعلا تم اتفاق على هذا الكلام ان يدخل كل الناس اللي بانيه حتى لو مخالف يدخل كهرباء وميه, بالتالي البلد نفسها تستفيد ان هي هتقدم الخدمه بمقابل والناس هتستفيد يبقى مدخل الترخيص, لان الامر الواقع الناس بتدخل مرافق لكن بدون ترخيص وبدون ما يدفع التكلفه الحقيقيه للناس, وبتبقى مشكله غير قانونيه. لكن لازم نعمل تقنين للامر الواقع وان شاء الله ربنا يسهل تكون يتفعل القرار ده قريب جدا. اللي احنا بنتكلم عليه واحنا يمكن شايفين ابسط مثال ابسط مثال, طبعا احنا كان في اجتماع مع السيد في المنيا مع مسؤول الطرق, وهو طبعا كل الكلام دايما ان احمال زياده هي مشكله, طبعا مشكله التسليم وتسلم. حاليا يمكن القوات المسلحه واخده معظم الطرق اللي بتتعمل الجديده, والتسليم والتسلم بتاعها بيكون بمواصفات خاصه جدا, واعتقد ان الحاجات اللي جايه في الفتره اللي جايه تكون افضل. حاليا مفيش رصف في المناطق اللي داخل المدن عشان خاطر التخطيط العمراني دلوقتي, ان في مشاريع غاز جايه, في مشاريع ميه, الصرف الصحي لسه ما انتهتش, فبالتالي مش هيحصل رصف متوقع في الفتره دي, والا يبقى يهدر للمال العام. بالنسبه للحاجات الداخليه الطرق الخارجيه ان شاء الله التسليم بتاع القوات المسلحه نتعشم ان يكون ايه زي ما احنا عهدنا منهم التسليم يكون كويس. في بس مشكله يمكن في موضوع الطرق عند المدخل بتاع بلهاسه ومغاغه, في صينيه كده عند الطريق الدائري ما فيش اي اشارات عليها, ما فيش اي لوحه, ما فيش اي علامات ارشاديه خالص ولا سور, فبالتالي الطرق متداخله مع بعضها, وحصلت اكتر من حادثه عند طريق بلهاسه. فانا بطالب السيد رئيس هيئه الطرق والنقل ان على الاقل خالص لحين انتهاء المشروع يكون في علامات ارشاديه وتكون في سور حوالين المنطقه بتاعت بلهاسه, لان حصلت اكثر من حادثه حقيقيه يعني في المكان ده, مش لازم ننتظر لما تبقى كارثه كبرى يعني. شكرا لك يا دكتور. شكرا, شكرا لكم مشاهدينا, وعوده مره اخرى للمشاهدين.